نتطرق اليوم لموضوع تناول الأدوية خلال شهر رمضان. كثيرا من المرضى يتساءلون عن الطريقة الأنسب لتناول الدواء خلال شهر رمضان، ويتساءلون كذلك هل هذه الطريقة تجعل صيامهم صياما صحيحا أم أنها مفطرة وصيامهم يصبح صياما فاسدا. بالنسبة للأقراص والعقاقير، فالمرضى الذين يتناولون 3 إلى 4 عقاقير في اليوم، إذا كان مرضهم يسمح بالصيام عليهم استشارة الطبيب، وتناول الدواء في الليل إذا كان لا يتجاوز 3 مرات في اليوم عند الفطور وعند العشاء وعند السحور. كذلك هناك تطور كبير في مجال صناعة الأدوية، فأغلب الأدوية اليوم هناك أشكال منها تغطي اليوم بأكمله أو تغطي 12 ساعة في اليوم، وبالتالي يمكن تناول نفس الدواء مرة أو مرتين خلال الليل والمحافظة على الصيام صحيحا. بالنسبة للحقن العضلية والوردية، نقسم هؤلاء المرضى إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى وتتكون من المرضى الذين يكون مرضهم لا يبيح الصيام، وفي هذه الحالة يكون الإفطار واجبا بسبب المرض. بالنسبة للحقن العضلية والوردية تنقسم إلى قسمين، هناك التي تتضمن أدوية مغذية وهذه الأدوية تعد أدوية مفطرة، وهناك الأدوية الغير المغذية، وفي هذه الحالة يعتبر الصيام صحيحا لأن لا شيء يتسرب إلى جوف الإنسان. بالنسبة للمراهم واللاصقات الجلدية فيمكن استعمالها دون حرج، وقد أفتت في ذلك مختلف المجمعات الفقهية الإسلامية بجواز هذا الاستعمال خلال الصيام. بالنسبة للتحاميل الشرجية التي تستعمل لتخفيض الحرارة وفي علاج البواسير، يمكن القول بأن هذه التحاميل طبيا لا تفسد الصيام، لأن هذا الدواء يتسلل مباشرة من خلال الأوردة الشرجية الغنية إلى الدم، وبالتالي لا يذهب منه شيء إلى جوف الإنسان ويعتبر الصيام صحيحا. كذلك الأمر بالنسبة للتحاميل المهبلية التي تستعملها المرأة، كذلك يمكن القول بأن لمسة المهبل أو فحص المهبل من خلال الصدى لا يفسد صوم المرأة الحامل، بل إن إنجاز اختبار بالمنظار أو تركيب لولب مانع للحمل خلال شهر رمضان لا يفسد الصيام كذلك. ننتقل كذلك لنتحدث قليلا عن قطرة العين وقطرة الأذن، هاتان النوعان من الأدوية لا تفسدان الصيام لأنهما لا يتسربان إلى جوف الإنسان. بالنسبة لقطرة الأنف، إذا ما تسربت إلى الحلق فيمكن أن تفسد الصيام، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى المبالغة في استنشاق الماء عند الوضوء إلا في حالة الصيام. وفي حالة العلاج بالبخاخ عند المرضى المصابين بالربو، فإن الدواء لا يتسرب إلى المعدة ولا يعتبر أكلا ولا شربا، لأنه يتسرب فقط إلى الحلق وإلى الرئتين، وبالتالي فإن استعمال البخاخ ممكن خلال شهر رمضان ولا يفطر.